جاهز نبلش تصوير؟ اي تمام. يلا. شكرا. صوت تمام، تمام. إضاءة كله تمام، يلا. السلام عليكم. توب 5 أفلام مرتقبة بعام 2024. طبعا الإضراب اللي صار بهوليوود بنهاية 2023 أثر كثير على الأفلام هي السنة. إضراب كان من تنظيم نقابة الكتاب ونقابة الممثلين في هوليوود، اعتراضا على بعض الأمور المالية مع شركات الإنتاج لها علاقة بتوزيع الأرباح وتوزيع الحصص بالأرباح على الممثلين وعلى الكتاب. الإضراب استمر عدة شهور، كانت بالنصف الثاني من 2023. كثير من الأفلام اللي كانت عم تتصور في هذاك الوقت كان من المقرر أن تنعرض ب 2024. اللي صار أنه بعض الأفلام توقف التصوير فيها، بعض الأفلام تأجل تصويرها، فبالتالي كثير أعمال كان ممكن تنعرض بهي السنة تأجلت. هذا الشيء راح نلاحظه بقلة الأفلام اللي راح نستناها أو الأفلام القوية اللي راح نكون مستنينها ب 2024. من ناحية المخرجين، هي السنة ما فيها أسماء قوية مثل السنة الماضية. ما في عندنا سكورسيزي، ما في عندنا نولن، لكن في بعض أسماء المخرجين الكبار اللي نازلين بأفلام هي السنة، مثل دينيس فيلنوف، بونج جون هو، ريدلي سكوت، جورج ميلر، وتود فيليبس. قبل ما ندخل بقائمة التوب 5، في قائمة شرفية للأفلام اللي أنا مستنيها ومترقبها ولكن ما دخلت بقائمة التوب 5. نبدأ بهي الأفلام بدون ترتيب. أول فيلم بالقائمة الشرفية هو فيلم ميكي 17، المأخوذ عن رواية ميكي 7 من إخراج الكوري بونج جون هو، اللي قدم لنا سابقا فيلم أوكجا، فيلم ميموريز أوف موردر، والتحفة الفنية الكورية فيلم باراسايت. طبعا الفيلم إلى الآن ما نزل له تريلر واضح، نزل تيزر بسيط ما بيوضح أي شيء من القصة، وما تم بأي طريقة أخرى توضيح البلوت الخاصة بالفيلم. لكن من خلال قصة الرواية نحن عدنا فكرة عامة عن الأحداث، أو يعني عن العالم اللي راح تدور فيه أحداث الفيلم. الرواية كانت بتحكي عن ميكي اللي هو عنصر ببعثة بشرية لأحد الكواكب الفضائية، بيكون شيء بيسموه disposable employee، عبارة عن موظف أو شخص بيخلوه يعمل أعمال ممكن تؤدي لموته، وبالأخير بس بيموت بيقوموا باستنساخه مرة ثانية وتنزيل ذكرياته على النسخة الجديدة وبصير ولا كأنه مات. طبعا أحداث الرواية بتكون بعد اختفاء أحد النسخ اللي هي ميكي 7، النسخة السابعة منه، بيعتقدوا إنه مات فبيستنسخوا النسخة الثامنة، لكن بيتفاجئوا بعودة النسخة السابقة وما بيكون مات. ومن هون تنطلق أحداث الرواية. فالفيلم ممكن يكون أحداث مشابهة، ممكن يكون أحداث مختلفة بنفس العالم، لكن بشكل عام أخذنا فكرة عن العالم اللي بتدور فيه الأحداث من خلال الرواية. طبعا الفيلم من بطولة روبرت باتنسون اللي بيقوم بدور ميكي، وأيضا مارك رافالو. ثاني فيلم بالقائمة الشرفية هو فيلم جلادياتور 2. طبعا فيلم جلادياتور 2 أيضا لسه ما نزل له تريلر، لسه ما تم توضيح البلوت الخاصة فيه بشكل كامل، ولكن مجرد فكرة عودة ريدلي سكوت لفيلم جلادياتور اللي هو واحد من أفضل الأفلام لريدلي سكوت، إن لم يكن أفضل فيلم له، واحد من أفضل أفلام هي الجنرا، واحد من أفضل أفلام هي الحقبة، أكيد بيخلينا متحمسين نشوف شو لسه عنده ريدلي سكوت بيقدم لهذا الفيلم. اللي بنعرفه عن قصة جلادياتور 2 إنه راح يتبع حياة لوسيوس فاريوس ابن لوسيلا أخت كوماندوس من الفيلم الأول. لسه ما في كثير تفاصيل أكثر عن القصة وعن الحبكة، لكن أكيد متحمسين نشوف ريدلي سكوت بيرجع لفيلم جلادياتور. الفيلم الثالث بالقائمة الشرفية هو فيلم The Fall Guy من بطولة رايان جوزلينج وأميلي بلانت. الفيلم بيحكي عن دوبلير أو ستانت مان معتزل من فترة، بيضطر بيرجع لعالم التصوير لينقذ فيلم اختفى بطله في ظروف غامضة. طبعا هو بيرجع ليخرج أو لينقذ هذا الفيلم لأن مخرجة الفيلم كانت تربطه فيها علاقة سابقة. الفيلم بيدور بأجواء أكشن كوميدي،
التريلر طبعا خصوصا بنهاية التريلر ذكرني كثير بفيلم The Nice Guys، واحد من أحلى الأفلام الكوميدية بآخر كم سنة، كمان كان بطولة راين جوسلينج. المخرج أيضا ديفيد ليتش أعطانا أو قدم لنا بآخر كم سنة أفلام أكشن قوية جدا، من بيناتها أتوميك بلوند، ديدبول 2، وذا بولت ترين. مشان هيك وجود هذا المخرج مع وجود رايان جوسلينج أكيد بيخلينا متحمسين جدا نشوف هذا الفيلم. الفيلم الرابع بالقائمة الشرفية هو فيلم إف، من إخراج جون كريزينسكي، من بطولة راين رينولدز، وتجسيد صوتي مهم جدا لستيف كاريل. الفيلم بيحكي عن عالم خيالي أو عالم موازي توجد فيه كل الأصدقاء الخياليين اللي أي طفل بالعالم بيتخيلهم، بيتجمعوا كل هاي الشخصيات، كل هاي الكاركترز في هذا العالم، ولسبب ما بينفتحوا هدول العالمين على بعض وتبدأ أحداث الفيلم. طبعا أجواء التريلر كانت كثير حلوة، تبين الكوميديا اللي موجودة بالفيلم، وراين رينولدز من أفضل الممثلين الكوميديين في آخر كم سنة، هذا الشيء بيخلينا متحمسين نشوف هذا الفيلم جدا. الفيلم الخامس بالقائمة الشرفية هو فيلم رود هاوس، من بطولة جيك جيلنهال، ومن إخراج داغ ليمن. الفيلم بيحكي عن بطل يو اف سي سابق معتزل بيضطر يأخذ وظيفة أو يأخذ عمل كحارس في أحد النوادي، ومن هون تبدأ أحداث الفيلم. الفيلم أيضا فيه ظهور لبطل يو اف سي السابق كونر ماجريجر، طبعا طالع بشخصية مستفزة جدا، مستفزة أكثر من الواقع حتى يعني. ضمن التريلر في بعض المشاهد، في بعض الأحداث بتحسسنا بتشابه شوي مع فايت كلاب، خلتني شوي متحمس شوف شو ممكن هذا الفيلم يقدم. المخرج أيضا دوغ ليمن قدم لنا أفلام أكشن رائعة بالسنين الماضية. وجود جيك جيلنهال اللي قدم أفلام تدور بعالم الرياضات القتالية أيضا بالسنين الماضية كانت جميلة جدا، كل هاي الأمور بتخلينا متحمسين جدا نشوف هذا الفيلم. ندخل حاليا قائمة التوب 5، وبالمركز الخامس فيلم سبايدر مان بيوند سبايدر فيرس. طبعا احنا شفنا فيلم سبايدر مان نو واي هوم يعرض او يحاول يتعرض لفكرة سبايدر فيرس، اللي هي العوالم المتعددة ورؤية شخصية سبايدر مان بالعوالم الثانية. جابوا لنا توبي ماجواير، جابوا لنا اندرو جارفيلد، كان فيلم غاية بالروعة. ولكن فكرة السبايدر فيرس بحد ذاتها قدمها فيلمين، سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس وسبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، افلام الانيميشن قدموها بشكل اجمل بكثير. فكرة العوالم المتعددة ورؤية شخصية سبايدر مان باشكال ثانية، بشخصيات ثانية من عوالم ثانية، الفيلمين كانوا غاية بالروعة، ومتحمس كثير شوف شو لسه عندهم اكثر يعرضوا بيقدموه في عالم سبايدر فيرس. Or is it getting crazier out there? المركز الرابع فيلم جوكر الجزء الثاني. نرجع بنشوف غوثام سيتي من منظور تود فيليبس، نرجع بنشوف خواكين فينيكس بيجسد شخصية الجوكر بعد ما فاز عن هي الشخصية بجائزة الأوسكار في الفيلم الأول، وتضاف إليهم ليدي غاغا تمثل شخصية هارلي كوين. طبعا خواكين فينيكس تحدياته التمثيلية بهذا الجزء راح تكون أقل تعقيدا ممكن، بحكم أنه الجزء الأول شفنا فيه تحول من شخصية آرثر إلى نهاية الفيلم لما صار الجوكر. بهذا الفيلم ما راح يكون في عندنا هذا التحول، ممكن هذا الشيء بيخلي تحديات التمثيلية أقل، ولكن بنفس الوقت ممكن يخلينا نشوف منظور أبعد لشخصية الجوكر بحكم إنه راح نعيش مع الجوكر فيلم كامل. أيضا ليدي غاغا تمثل أو تؤدي شخصية هارلي كوين، ممكن نشوف اختلاف كبير عن الشيء اللي شفناه في سوسايد سكواد لما مثلت أو أدت الممثلة مارجو روبي شخصية هارلي كوين. أنا متحمس جدا أشوف تود فيليبس شو لسه عنده يقدمه أكثر لشخصية الجوكر ولعالم غوثام سيتي. في المركز الثالث فيلم ديون بارت 2، من إخراج دينيس فيلنوف، ومن بطولة تيموثي شالامي، زيندايا، روبيكا فيريكسون، وخافيير باردام. الفيلم خيال علمي أحداثه بتتبع عائلة أرتيديس اللي بيتورطوا بحرب بين المجرات للسيطرة على العنصر الأغلى والأكثر ندرة في هذا العالم.
الفيلم الأول والفيلم الثاني أحداثهم مأخوذة عن رواية ديون، إحدى أشهر روايات الفانتازيا. أحداث الجزء الثاني راح تكون تكملة مباشرة، استكمال مباشر لأحداث الجزء الأول اللي كان ناجح جدا وقت صدوره، لذلك نحن متحمسين كثير نشوف الجزء الثاني. في المركز الثاني فيلم فيريوسا ماد ماكس ساجا. شخصية فيريوسا ظهرت في عالم ماد ماكس في فيلم ماد ماكس فيوري رود اللي صدر عام 2015. الفيلم كان من بطولة توم هاردي بشخصية ماكس وتشارليز ثيرون بشخصية فيريوسا. صحيح انه الفيلم اسمه ماد ماكس، لكن كانت فيريوسا هي بطلة الاحداث من بداية الفيلم لنهايته، ومن بعد الفيلم تقرر عمل فيلم عن شخصيتها لما كانت اصغر. وهي السنة جورج ميلر بيرجع لنا مرة ثانية بعالم ماد ماكس ليقدم لنا قصة فيريوسا لما كانت أصغر. الفيلم من بطولة آنيا تايلر جوي بتقوم بشخصية فيريوسا، ومن بطولة كريس هيمزورث. طبعا جورج ميلر أسلوبه الإخراجي مميز جدا، بحيث أنه بيعمل المشاهد، مشاهد المطاردات، مشاهد الأكشن، بدون استعانة أبدا بالسي جي آي. بيستخدم الطريقة اللي كان بيستخدمها بأفلام ماد ماكس الأولى بالسبعينات، بحيث انه كل المطاردات وكل مشاهد الاكشن هي مشاهد حقيقيه فعليه، كل المخاطرات اللي بتصير فيها مخاطرات تمت فعلا امام الكاميرا. هذا الاسلوب المتميز اللي كان رائع جدا بالسبعينات، لما نضيف عليه تقنيات التصوير اللي صارت حاليا في هذا العصر وفي التطور الموجود حاليا، وتطلع نتيجه ولا اروع. طبعا فيلم ماد ماكس فيوري رود ينصح به لاي حدا ما شافه لازم يشوفه، وفيلم فيريوسا انا واثق ما راح يكون اقل ابدا من فيلم ماد ماكس. في المركز الأول الفيلم اللي مو بس نحن كمشاهدين مستنينه، الفيلم اللي حتى بطله مستنيه من سنين، يعني ممكن من 10 أو 15 سنة مستني يعمل هذا الفيلم، فيلم ديدبول الجزء الثالث. الفيلم اللي راح يجمع شخصية ديدبول مع شخصية وولفرين. طبعا ريان رينولدز من أول ما عمل شخصية ديدبول، بل حتى قبل ما يعمل شخصية ديدبول، لما طلع بالنسخة الأقل من ديدبول اللي انعملت في أفلام وولفرين السابقة، كان متمني يعمل ديدبول بالتصور اللي هو عنده اياه، الشخصية الكوميدية الهزلية اللي يعملها يواجه وولفرين. سعى كثير راين رينولدز حتى اولا حتى يحقق رؤيته لشخصية ديدبول وعملها فعلا باول جزئين، وسعى كثير حتى يجمع شخصية وولفرين وديدبول على الشاشة. طبعا بعد فيلم لوجن اللي كتب النهاية على قصة وولفرين، توقعنا انه هذا الفيلم ما راح يصير، ولكن وأخيرا هي السنة راح ينزل فيلم ديدبول 3، بنشوف فيه هيو جاكمان بشخصية وولفرين أمام ريان رينولدز بشخصية ديدبول. الشيء اللي شفناه من أول جزئين من ديدبول، الشيء اللي شفناه من هيو جاكمان على طوال السنين اللي تجسد فيها شخصية وولفرين أو شخصية لوغان، وأخيرا راح نشوفهم مع بعض، راح نشوف الحلم اللي كان عند ريان رينولدز من البداية. وأنا واثق إنه ما في فيلم ممكن نكون متحمسين له أكثر هي السنة. هاي كانت قائمتي وهي كانت ترتيباتي للأفلام اللي متحمس لها بهي السنة. إذا في عندكم أفلام تانية متحمسين لها، أو إذا ترتيبكم لهي الأفلام مختلف، يا ريت تعرفونا إياه بالتعليقات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك الشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. كنت معكم أنا كاظم عجاج، مشاهد، سلام.